السلام عليكم، أهلا وسهلا بالجميع في درس جديد من دروس البرمجة الكينونية بلغة الجافا، واللي راح نتناول فيه اللي هو الفروقات بين أو الفروقات والتشابهات بين الانترفيس والكلاس العادي. هل الانترفيس والكلاس العادي بيتشاركوا في مجموعة من الأمور؟ من أول نقطة إنهم يحتوي على عدد من الميثودز، وهذا واضح وجربناه من خلال الأمثلة. الشغلة الثانية إنه امتداد الكلاس والإنترفيس هو امتداد دوت جافا، يعني لما بدنا نيجي نتطلع على المثال اللي إحنا أخذناه، عندي employee salary أوب هو عبارة عن إنترفيس ملف امتداد جافا، وبنفس الطريقة الـ employee هو عبارة عن كلاس وامتداده اللي هو جافا، فالاثنين بتشاركوا بإنه امتداداتهم جافا. هلأ الشغلة الثالثة إنه الإنترفيس والكلاس بيظهروا بباكج، يعني حاليا هم موجودين بباكج اسمه اكزامبل، فممكن كمان انهم يظهروا بكمان باكج، فالاثنين بيتشابهوا انهم في لهم وجود داخل الباكج. فهاي اهم الفروقات اللي بيناتهم. لكن لما نيجي نحكي عن مجموعة من الاختلافات، ففي اختلافات واضحة وهي بدنا نركز عليها. اول اختلاف انه الكلاس انا بقدر انشئ منه اوبجكت، لكن العكس الانترفيس كانت انستنشيت اوبجكت من اللي هو انترفيس، فبقدرش انشئ منه اوبجكت. الشغله الثانيه انه الكلاس بنش في عنده كونستراكتور، لكن الانترفيس ما عنده كونستراكتور. الشغله الثالثه اللي موجوده بالانترفيس انه كل الميثودز اللي بداخله هي عباره عن ابستراكت ميثود. الملحوظه الرابعه انه الانترفيس لا يحتوي على انستنس فيلد او داتا فيلد، ما بيحتوي على متغيرات، وإن وجدت متغيرات بداخله فلازم تكون هاي المتغيرات استاتيك وفاينل زي ما وضحناها في الدرس السابق. هلأ الانترفيس ما بيورث من كلاس، لكن بورث من نفس الانترفيس، وهذا هي النقطة اللي بعديها، فهو لا يورث الكلاس ولا يورث من كلاس، فالعلاقة اللي بيناتهم هي علاقة إبليمنت فقط. هلأ الكلاس بيورث من كلاس، لكن الانترفيس بورث من اكثر من انترفيس، زي هذا المثال public interface football extend sport، في علاقة وراثة بين انترفيس وانترفيس، والسبورت والفوتبول هم عبارة عن تو انترفيس، فهو لا يورث من كلاس لكن يورث من نفس الانترفيس. فهاي اهم النقاط اللي احنا حابين نوضحها للفروقات والتشابهات بين الانترفيس والكلاس. فبتمنى يكون درس اليوم واضح. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم.